أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. احتجاجات يومية لموظفين في صنعاء ضد ميليشيا الحوثي. لا تتوقف ليلا ونهارا سيارة واحدة تقدم خدماتها لما يزيد عن 800,000 مواطن. صحيفة عربية تصف مقترحات المبعوث الأممي بأنها تجزئة للحل وترحيل للأزمات في اليمن. دولة أفريقية توقف خدمة الإنترنت خوفا من تسرب الامتحانات. أهلا بكم. تشهد العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجات يومية لموظفي المؤسسات الحكومية للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ أكثر من 10 أشهر، ووفقا لموقع المشاهد نت فقد تظاهر عشرات الموظفين في وزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي لليوم الثالث على التوالي، وقطعوا الطريق الرابط بين وسط المدينة ومطار صنعاء الدولي. ويتابع الموقع، طالب المحتجون برحيل الحوثي من الوزارة وصرف مرتباتهم المتأخرة. وفي صنعاء أيضا تظاهر عشرات الموظفين في ديوان أمانة العاصمة للمطالبة بحقوقهم، وأعلن المتظاهرون في بيان استمرارهم في الاحتجاج حتى تنفيذ مطالبهم وتسليم جميع حقوقهم. وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر في صنعاء أن المحتجين يتعرضون للاعتداء من أعوان الحوثي ومنتفعي الانقلاب، رغم أن الاحتجاجات لا تستمر سوى بضع ساعات. تستمر جماعة الحوثي المسلحة بفرض إتاوات على التجار، وذلك عبر النقاط الجمركية المستحدثة في محافظة ذمار جنوبية صنعاء، ويشكو التجار من عمليات ابتزاز وتعسف من خلال إيقاف الشاحنات والقيام بعملية إنزال البضائع في العراء وإعادة تدقيق البيانات الجمركية بطريقة مستفزة وإعادة التأكد من عددها. وفي حديث اليمن مونيتور قال أحد التجار: صارت بضائعنا تتعرض للتلف جراء تاجر أو جراء الإجراءات وانعدام التخزين الصحيح، فهي تستغرق أسابيع وربما أشهر حتى تصل إلى صنعاء. مضيفا أن الحوثيين يجبرون التجار على إيقاف بضائعهم القادمة من موانئ الجمهورية في الجنوب، والانتظار طويلا ليقوم جمرك دمار بدوره بسلسلة التعسفات والإجراءات المستحدثة وغير القانونية. وعن بضائعه قال: كان لدى شركتنا 260 حاوية في عدن، ووصلت إلى صنعاء 60 منها فقط، ودفعنا من أجل البيان الجمركي كاملا مبلغ 19 مليون ريال بشكل تعسفي. الانقلابيون يتظاهرون وكأن الميليشيات التي تخضع لأوامرهم تضاهي قوات اليابان أو ألمانيا، مع أن اليابان بجلالة قدرها وألمانيا بجلالة قدرها أعلنت الاستسلام. هكذا بدأ فتحي أبو النصر مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا: إن تحولات ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية من أهم دروس التاريخ في كيفية نهضة الشعوب كطيور الفينيق من بين الرماد. فرغم الخسائر الرهيبة والإقرار المرير بالهزيمة، إلا أن أعظم ما حدث هو تخلي الأمتين العظيمتين عن نزعة العنف والعنصرية والقسوة والأوهام والحماقات العسكرية، خصوصا وقد تحولت ألمانيا مثل اليابان من جلاد إلى ضحية، لتجد كل قوة ذاتها في خضم تحولات قيمية كبيرة وفارقة وملهمة، تحولات تستحث في الشعوب تحفيز طاقتها الحضارية الكامنة من أجل المستقبل، ومغادرة نمط تفكيرها الهمجي المعيق عن بلوغ التطور والسلام. حدث ذلك قبل 70 عاما، وما زالت العقلية العربية الماضوية المتخلفة التي لا تعيش إلا على الحروب الشمولية والتطييف والانتقامات يصعب عليها استيعاب أن إقرار الاستسلام ليس عيبا أو عارا، وإنما قد يتحول إلى قوة حقيقية بمجرد ما يخضع الميليشاوي الأهوج صاحب الكلاشينكوف القديم مجمل تراثه الفكري العنفي للنقد، وكذا غربلة نزعات الدمار والتخريب والكراهية والإقصاء التي تشبع بها
ليدرك أن له ذات الحقوق والواجبات المتساوية في المجتمع الذي هو عبارة عن جزء منه لا متسلطا عليه، في حين أن نتائج الحروب كما يقول التاريخ ستظل تلاحق المهزوم والمنتصر على السواء باعتبارها لعنة أزلية ما لم يتم تجاوز الحروب نهائيا كحلول، لأنها باختصار شديد تفضي إلى مراكمة المشاكل وإنتاج مختلف المصدات الاستبدادية التي تعادي تطور التطلعات الديمقراطية والتعايشية والآمال الإنسانية المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والإبداع الاجتماعي والإصلاحات الفكرية التي تليق بالعصر. موقع المصدر أونلاين يعلق حول تخرج دفعة جديدة من قوات تابعة للميليشيا وعنوان الموقع: جماعة الحوثي تقول إن وحدات عسكرية نفذت مناورة بعنوان الولاء للسيد القائد. ووفقا للموقع، فقد أعلنت جماعة الحوثي تخرج دفعة عسكرية جديدة تضم مقاتلين مدربين على مختلف المهارات العسكرية في مناطق تسيطر عليها بين صنعاء وصعدة. وبحسب الموقع الرسمي للجماعة، فإن الدفعة التي وصفوها بالعسكرية نفذت مناورة ختامية بعنوان الولاء للسيد القائد في إشارة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. ومنذ الانقلاب في أواخر عام 2014 يستخدم الحوثيون كل مقدرات الجيش التي أتاحها لهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأتباعه لخدمة أهداف وأجندات مذهبية لصالح جماعة الحوثي. نشر موقع الوحدوي نت ما قالته لجنة حقوقية من أن ميليشيات الحوثي وصالح جندت 25 طفلا من محافظة المحويت خلال الشهر الماضي ودفعت بهم إلى جبهات القتال في تعز وميدي ونهم. ورصدت منظمة حقوقية أو منظمة حقوق الإنسان في محافظة المحويت 451 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين خلال شهر مايو الماضي، تضمنت اقتحام قرى ومنازل واختطاف وتجنيد أطفال وتشريد أسر من منازلها. ووصف تقرير مركز المحويت الإعلامي تجنيد الميليشيات أعدادا كبيرة من الأطفال يعد مؤشرا على إفلاسها من القوى البشرية التي أكلتها الحرب طوال عامين واضطرارها إلى تجنيد الأطفال لتعويض النقص في المقاتلين. ومن الأمور المضحكة أن الحوثيين زعموا في الأيام الماضية استطاعتهم قتل عبد المنعم الطاهر الذي زعموا أنه قائد الجيش السوداني في اليمن، رغم أن العقيد عبد المنعم الطاهر مات قبل 15 عاما في جنوب السودان في معركة توريت. هكذا بدأ الكاتب السوداني وائل علي مقاله الذي نشر في صحيفة النيلين السودانية وعادت المواقع المحلية وبينها موقع الموقع بوست نشره. وقال الكاتب: ربما يكون الجيش السوداني هو الجيش العربي الوحيد الذي جاء إلى اليمن دون أجندة خاصة، فالدولة السودانية لا تطمح أن يكون لها مشروعها الخاص في اليمن. اليمن اليوم تتصارع فيه مشاريع كبيرة بعضها مدعومة من دول في التحالف العربي كمشروع إعادة إنشاء دولة الجنوب ومشروع حزب الإصلاح وغيرها، والسودان ليس داعما لأي من هذه المشاريع وهو ملتزم بقرارات قيادة التحالف. الانتشار الأخير للجيش السوداني في مناطق حضرموت والذي تم بطلب من الرئاسة اليمنية يخشى أن يتسبب مستقبلا في إشكالات للجيش السوداني، فالرئيس اليمني طلب من السودان حماية وتأمين منشآت الدولة اليمنية في حضرموت وخصوصا المنشآت النفطية منها، وذلك خوفا من أن تسيطر على تلك المنشآت ميليشيات انفصالية متمردة على الشرعية، وهذا الأمر لا غبار عليه. لكن تكمن المشكلة الأساسية في أن حضرموت توجد فيها معاقل تنظيم أنصار الشريعة المتطرفة، والذي لن يتردد في الاشتباك مع القوات السودانية الموجودة في حضرموت رغبة في السيطرة على النفط في محاولة لتقليد تنظيم داعش في العراق وسوريا. أما في معارك الشمال، فانسحاب القوات الإماراتية من جبهات الشمال حتى لا تضطر للتنسيق مع الإصلاح ترك الجيش السوداني يكون القوة الرئيسية المساندة لليمنيين في الشمال. ولذلك في الأسابيع الأخيرة ركزت العصابة الحوثية في إعلامها على السودان بشكل كبير، فتارة تكيل الشتائم للسودانيين واصفة إياهم بالمرتزقة الجنجويد، وتارة تحاول استعطافهم طالبة منهم الانسحاب من المعركة اليمنية. ومؤخرا بثت القنوات الحوثية مشاهد جثث لبعض الجنود السودانيين الذين قتلوا في بعض المعارك في أوضاع مهينة،
وذلك بهدف دفع السودان لسحب جنودها من اليمن. الجيش السوداني بدأ معركة ميدي ولا بد أن يواصل فيها للنهاية، ولن يفت في عضده بعض الشهداء الذين يقدمهم، لأن الحروب بشكل عام لا بد أن يكون فيها قتلى وضحايا، وكل جندي وهو ذاهب إلى المعركة هو مدرك تماما أنه يمكن أن لا يعود. سيارة واحدة تتبع طوارئ كهرباء محافظة لحج، وعليها تقع الكثير من المهام. وقال موظفو كهرباء لحج لموقع عدن الغد أن سيارة الطوارئ الوحيدة التي تعمل بمحطة توليد الكهرباء بالحوطة بمحافظة لحج أصبحت متهالكة وخارج الخدمة. وأكد الموظفون أن السيارة تقدم خدمات الطوارئ بمديريتي الحوطة وتبن، وتعمل ليل نهار لتلبية بلاغات المواطنين في الحوطة وتبن بقراها المترامية الأطراف. وناشد الموظفون في محافظة لحج التي يقطنها أكثر من 875 ألف بتوفير سيارة أخرى لقسم الطوارئ بمحطة عباس، حتى يستطيع العاملون فيه تقديم خدماتهم لصالح لإصلاح أي أعطال في خطوط الكهرباء، وكذا إصلاح محولات الكهرباء المعرضة للأعطال في أي لحظة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وحول المسار السياسي في اليمن، عنونت صحيفة العرب الجديد: مقترحات ولد الشيخ للحديدة والمرتبات تجزئة للحل في اليمن. وقالت في التفاصيل إن المقترحات التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن أثارت اهتماما في الأوساط اليمنية، مع اعتبارها تطورا محوريا من شأنها أن تعكس تحولا في مسار المفاوضات. وأضافت الصحيفة: اليمنيون يرون أن مضمون ما قدمه المبعوث الأممي يقوم على تجزئة مقترحات الحل ويفككها حسب الأولويات، ومن الصعوبة تنفيذها بسبب مواقف الانقلابيين وتعقيدات جمة مرتبطة بأوضاع البلاد. وبحسب مصادر سياسية يمنية للعرب الجديد، المقترحات تشمل تحييد ميناء محافظة الحديدة، ومن المفترض أن يتم ذلك من خلال تسليم إدارة المرفأ لطرف محايد أو تمكينه من الإشراف عليه، ويقصد به ضمنا الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة أنه وفقا للرؤية الأممية فإن من شأن تسوية الوضع في الحديدة تجنيب المدينة عملية عسكرية أعلنت الحكومة الشرعية والتحالف العربي سابقا عنها، لكن المبادرة الأممية تسعى لتسوية وسطية تجنب المدينة العملية العسكرية المطروحة وترضي الحكومة الشرعية. وضع الأطفال السيء في اليمن تحول إلى كارثة. تحت هذا العنوان ذكرت صحيفة القدس العربي في التفاصيل أن المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حذر من انتشار وباء الكوليرا بسرعة في بيان له بعد اختتام زيارته إلى اليمن. وقال خيرة كابلاري: حان الوقت لأن تعطي أطراف الصراع اليمني الأولوية للفتيات والفتيان، وتضع حدا للقتال عبر اتفاق سياسي سلمي. وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن 70,000 حالة مصابة بالكوليرا خلال شهر واحد، ووفقا ووفاة نحو 600 شخص، ورجح في الوقت نفسه احتمال وصول عدد الحالات المشتبهة فيها إلى 130,000 خلال الأسبوعين المقبلين مع استمرار انتشار الكوليرا. وأضاف خيرت في بيانه إنه شاهد مناظر مروعة لأطفال على آخر رمق، ورضع صغار يزن الواحد منهم أقل من كيلوغرامين يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة في إحدى المستشفيات القليلة العاملة، وأبدى تخوفه من أن يكون بعضهم قد لقي حتفه خلال الليل، مضيفا: هؤلاء الأطفال هم المحظوظون لأن غيرهم كثيرون في أنحاء اليمن يموتون بصمت نتيجة أسباب يمكن علاجها بسهولة مثل الكوليرا والإسهال وسوء التغذية. رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي كتب مقالا عن شروخ في الذات العربية منذ زمن المتنبي وما قبله وما بعده. وقال المرزوقي في جزء من المقال المنشور في الجزيرة نت: ما لا ننتبه له نحن العرب
هو أن شعر التفاخر والشعراء مثل عمرو بن كلثوم والمتنبي ظاهرة ثقافية نكاد نختص بها وحدنا من بين الأمم الكبرى التي لن تجد في ديوانها شعر الفخر والهجاء والمدح إلا ما قل وندر. فشعر كالذي يقوله المتنبي وغيره لا مجال له في الثقافة اليابانية أو الصينية التي تستهجن وتمنع التكبر وتجعل من التواضع فضيلة الفضائل عند الكبار والصغار. وفي الثقافة الغربية التي جعلت من الفردانية دينها المخفي، المشروع المجتمعي يساوي كل الذوات، ومن ثم اختراعها العبقري للديمقراطية في الوقت الذي ما زلنا نركض فيه وراء المستبد العادل ونتنافس لاكتساب وضع الرجل الذي هو كألف ونتعالى على الألف الذين هم كأف. لا يعني هذا أن الأمم الأخرى تجهل التكبر والسعي للتميز والسيطرة، أو أننا نحن العرب لا نستهجن مثل هذه المواقف والتصرفات، لكن تراثنا مشبع حتى لا نقول مسمم بظاهرة تورم الذات، وهو ما زال يفعل فينا فعله صدا لإشكاليتنا الشخصية والجماعية الأولى، أي نقص الكرامة والتكريم وامتهان الذات. وإلا كنا نسينا المتنبي أو تركناه لحفنة من المتخصصين في الشعر القديم. ويعني ذلك أننا ما زلنا مجتمعات غير سوية تنتج باستمرار كما هائلا من الذوات المتورمة بفعل آليات جارحة مدمرة اسمها العنصرية والطبقية والجهوية والعائلية والطائفية والاستبداد السياسي. أضف لكل هذا الاحتقار الخارجي لأمة لم تستطع فرض كرامتها على أمم تتصارع على الريادة كالأفراد، لقائل أن يقول لا أحد يتغنى اليوم بأمجاده الشخصية على طريقة المتنبي أو بقبيلته أو شعبه على طريقة عمرو بن كلثوم. صحيح، لكن الأمر ليس مؤشرا على الشفاء وإنما على تفاقم المرض. فأمام فشل ردم الشرخ الأصلي للفرد والمجموعة نرى الذات المريضة تدير عنفها المكتوم وضغينتها على العالم إلى داخلها. إنه زمن جلد الذات لذاتها، وقد أصبحت هي المتكفلة بصب مزيد من الحامض على الجرح المفتوح على الدوام. حجبت السلطات الأثيوبية الإنترنت في أنحاء البلاد حتى 8 حزيران يونيو المقبل على الأقل، في مسعى إلى منع تسريب امتحانات الثانوية العامة في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مدير العلاقات العامة في مكتب شؤون الاتصالات الحكومية الأثيوبية محمد سعيد إن الحجب يهدف إلى منع تكرار التسريبات التي وقعت العام الماضي، وأضاف نحن نتحرك بشكل استباقي، ونود أن يركز أبناؤنا ويتحرروا من أي ضغوط نفسية أو تشتيت. وأوضح سعيد أن الحجب يشمل شبكات التواصل الاجتماعي فقط، وأن خدمات مثل حجوزات شركات الطيران والتعاملات المصرفية ستظل قائمة. وتتابع صحيفة الحياة، العام الماضي سربت أوراق الامتحانات ونشرت على الانترنت على نطاق واسع، ما دفع الحكومة لتعديل مواعيدها؟ موقع الهاف بوست عربي نشر في أخباره المنوعة عن الطائرة الماليزية التي اشتهرت مؤخرا، وعنون الموقع: حصالة نقود تجبر طائرة ماليزية على الهبوط. وقالت السلطات إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية عادت إلى ميلبورن بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة إلى كوالالمبور في وقت متأخر يوم الأربعاء، عقب محاولة أحد الركاب دخول قمرة القيادة. وصرح نائب وزير النقل الماليزي عبد العزيز بن كرباي بأن الحادث ليس عملية خطف طائرة، بل إن مسافرا مضطربا حاول دخول قمرة القيادة في الطائرة، وأن المسافر هو سيرلانكي الجنسية، رغم أنه يحمل قنبلة، أو زعم عفوا أنه يحمل قنبلة، إلا أنه كان يحمل حصالة نقود. وقال شاهد لرويترز إن أفراد الطاقم وبعض ركاب الرحلة اضطروا لمواجهة الرجل وتقييده بأحزمة المقاعد حتى هبطت الطائرة. أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة سوربون في باريس وأول رئيس للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون يكتب في العرب الجديد عن النظم التي ازدهرت ثم انتهت ثم تحاول العودة. كانت القومية والرأسمالية اللتان ازدهرتا في القرن 19 والـ20 أكبر قوتين وحركتين وعقيدتين ونظامين، ساهما بعد النزعة الإنسانية للقرن 16 في توليد العالم الجديد الحي والديناميكي على أنقاض الماضي التقليدي البطيء والجامد.
وكان لهما الفضل في تحديثه والوصول إلى ما نسميه اليوم الحداثة أو العالم الحديث، ومن دونهما لا نعرف كيف كان سيكون عليه مصير العالم. وبهذا المعنى كانت القومية والرأسمالية تمثلان قوة تقدمية بالمعنى التاريخي الحديث الذي يمكن تلخيصه في توسيع دائرة سيطرة البشر على مصيرهم وتحقيق أوسع هامش مبادرة لهم في مواجهة قوانين الطبيعة الجائرة أو نظامها الخارجي عن إرادة البشر، وكذلك في توسيع دائرة سيطرة الفرد وهامش مبادرته أيضا داخل نظم اجتماعية بقيت هي نفسها جامدة حبيسة التقاليد والقيم الثابتة والمقدسة العصية على التجديد قرونا طويلة. أما اليوم فهما تمثلان القوتين الأكثر محافظة ورجعية في تاريخ البشرية الحديثة، وتشكلان المصدر الأكبر للبربرية الزاحفة وإعادة العالم إلى عصور عبودية من طراز جديد تختلط فيه قيم الاحتقار والعنصرية والكراهية والتمييز بين البشر مع خطاب يتم تجويفه باستمرار حتى يكاد يتحول إلى ورقة توت عن الحقوق الإنسانية الفردية والجماعية. وكلاهما تتحملان المسؤولية الرئيسية عن إنتاج الشروخ والتصدعات المتزايدة التي يكاد من الصعب تصور إمكانية تجاوزها ووقف آلية تحطيم الإنسان في داخل النظم الاجتماعية الخاصة وعلى مستوى النظام الدولي المتحكم بها، وبالتالي تجنب خطر القضاء على مستقبل المدنية الحديثة التي نشأت في حجرهما. مجموعة من الصور المنتقاة لأبرز الأحداث المتعلقة بأفريقيا حول العالم في جولتنا المصورة هذه والتي وردت في شبكة البي بي سي، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور، دمتم بخير.